يسعد أوقاتكم جميعاً. اليوم رح نكمل مع درس جديد من سلسلة الصفات، وأول شي رح ناخد عن الصفات التي تنتهي بإيجا وما بتتغير. عنا مثل صفة شادلي، شادلي يعني ممل. فهون قلنا إن فيلم وبدي أقول عنه إنه هو شادلي. طالما أنا عم أكتب بالهنشن أو بالهنشن ضلت إن شادلي فيلم، بس لما بدي استعمل نفسها صفة شادلي مع إنتشن شو صار؟ ضلت مثل ما هي. إذن نحن بلشنا نكتشف إنه الصفة لآخرها إيجي ما عم تتغير، عم تضل نفسها بالهنشن وبالهنشن وبالإنتشن. طيب تعالوا ناخد واحدة تانية. عنا ردي، ردي هو شيء المرتب، ردي مرتب. فقلنا I read this to you. أوكي هنشن هنشن تمام، ما غيرنا الصفة. طب تعالوا نروح على الانتشن، كمان ضلت نفسها، صارت تريدي روم. في صفات تانية تنتهي بإيجي رح أكتب لكم ياهن، وفيكن يعني هدول يمكن أسهل شيء إنه هن ما بيتغيروا، بنستعملهم مثل ما هن. فبس طبعا نحن هلأ ما أخذنا كيف إذا شيء معرف، بس يكون معرف رح نشوف إنه بعض الصفات اللي بتنتهي بإيجي ممكن تتغير. طبعا بقصد وقت التعريف، يعني لما نحنا بدنا نكتب عن، لما نكتب مقارن مثلا الأكبر الأرخص الأكثر مللا وكذا، في منهم بيتغيروا. هلأ عنا كلمة بلي، بلي هي رخيص، هاي أول كلمة بالكلمات هي بلي رخيص. هجلي اللي هي الشيء الممتع، فطي الفقر أو الفقير، كوشلي كمان شيء ممتع أو هيك يعني أجواء لطيفة، فرفردلي اللي هو الشيء المروع، يلدي هو الشيء المتاح، فانسكلي هو الشيء الصعب، ليدي هو الشيء الفارغ أو الفراغ، بهاغلي هو الشيء المريح، بلودي هو الشيء الدامي، دايلي كمان شيء المريح، بس طبعا في فرق بين استعمال بهاغلي ودايلي. مثلا انا او اي حدا مثلا ماشي بالطريق واجا حدا مد ايده عليه بيقول دار او بهاغلي، انه هذا الشيء غير مريح، بينما دايلي بتيجي مثلا بمعاني جدا مختلفة. أحيانا إذا عم ناكل شوكولاتة وكتير مستمتعين بنقول أوه دار دايلي، إذا كنا بالسوق وراجعين وتعبانين وهيك تسطحنا فورا بنقول أوه دار دايلي أو شلب آف مثلا، إنه من الإحساس جميل إنه الواحد تسطح بعد يوم متعب. فهن هدول الكلمتين يعني لحتى الواحد يستخدمون لتقريبا يعرف الفرق بيناتهم. بعدين عنا فالي هو الشيء الخطير، دولي هو الشيء الغير جيد، احيانا معناه شيء فاسد، يعني هو الواحد اثنين شخصين يكونوا متفقين مع بعض، او خلينا نقول هو الاتفاق او الموافقه، فاردي هو فعل الانتهاء او صفه الانتهاء، يفتي هو الشيء السام. هلأ رح أعد لكم لفظهم، أكيد أكيد أنتوا لازم تكونوا سجلتوا ترجمتهم عندكم، بس هلأ رح أعيد لفظهم حتى أنتوا تقدروا كمان تكرروا، تسمعوا لفظ الكلمة وتكرروا. بيلي، هجلي، فطي، كوشلي، فر فردلي، يلدي، ونسكلي، ليدي، بهاغلي، بلودي،
دايلي فالي دولي إني فاردي يفتي. هلا عنا كمان بعض الصفات اللي بتنتهي بالاسكو كمان ما بتتغير، مثل فانتاستيسك. فانتاستيسك يعني هو الشيء الفانتاستيك بالانجليش، نفس الكلمة بتوقع سهلة عليكم. فهون جينا بدنا نكتبها مع هانشن وهنشن، ضليت مثل ما هي قلنا ان فانتاستيسك كبل. كبل هو المساء. فكمان لما استعملنا فانتاستيسك مع كلمة انتشن مثل شلوت اللي هو القصر، قلنا ات فانتاستيسك شلوت، ضليت مثل ما هي. عنا صفة تانية اللي هي ديناميسك، اللي هو الشيء الديناميكي أو الحيوي بالعربي، قلنا اي ديناميسك اوكا. كمان لما استعملناها بالانتشن قلنا ات ديناميسك كيوش، كيوش اللي هو الكورس، فضليت مثل ما هي. هلا في كمان صفات تانية بتنتهي بالاسكو كمان كتبت لكم ياهن لحتى تحفظون. عنا سفنسك اللي هو السويدي، نوشك اللي هو النرويجي، الارجيسك هي الحساسية، إذا الواحد بيتحسس من شيء بيكون الارجيسك، تكنيسك اللي هو الشيء التقني، راسيستيسك اللي هو الشيء العنصري، بعدين عنا الاروماتيسك، هي كلمة بالعلوم أنا بصراحة ما بعرف معناها بالعربي، بس هي مثل لما بدنا نكتب كربون وهيدروجين وبدنا هيك نحط بيناتهم خطوط. هلا هي الأشكال اللي بتتكون عنا بعد ما نوصل هدول الغازات مثلا ببعض، الشكل اللي بيطلع عنا اسمه أروماتيسك. بعدين عنا سبانسك اللي هو الإسباني، الكترونيسك هو الشيء الالكتروني، تيسك هو الالماني، انجلسك هو الانجليزي، اناركيتسك هي جاية من كلمة اناركيسم، وهي خلينا نقول حركة سياسية بتعني انه الواحد عنده حق انه يكون مستقل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وكمان انه هو يقدر يعني شمبة او بشمبة انه هو يحارب القيادة او الحكومة، كمان انه يكون عنده الحق ان هو يغير الحكومة اللي هي حاكمته. فهو معنى سياسي يعني، وبتوقع انه كتير قليل يمرق معكم، بس انا قلت بحطه لانه اخره اسكو، فممكن يجي ما بتعرفوا. عنا كمان فرانسك اللي هو الفرنسي، اوروبيسك اللي هو الاوروبي، كونسنهريسك اللي هو الشيء الفني، والالفابيتسك اللي هن الاحرف الابجدية. هلا كمان رح نرجع نعيد قراءتهم، سفنسك، نوشك، الارجسك، تكنسك، راسيستسك، أروماتيسك، سبانسك، إلكترونيسك، تيسك، إنجلسك، أناركيتسك، فرانسك، أوروبيسك، كونسنهريسك، ألفابيتسك. هلأ
لهون بيكون خلص درسنا لليوم. إن شاء الله ما كان صعب عليكم، ولا تنسوا إذا كان عندكم أي سؤال تكتبوا لنا إياه في خانة التعليقات، وانطرونا بالدرس اللي بعد هاد لناخد عن الصفات اللي ما بتاخد تي بالإنتشن.